Hello guys, welcome to my channel. Let's learn English together. أهلا وسهلا بكم أعزائي في قناتي نتعلم الإنجليزية معا. اليوم إن شاء الله فيديو جديد لسنة رابعة متوسط. فيديو مهم جدا فقط تابعوني للأخير. إذا قبل أن نبدأ في الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة ودعمي باللايك والنقر على الجرس وهذا مهم جدا ليصلكم كل جديدي. لنبدأ. إذن أعزائي فيديو نهار اليوم هو عبارة عن بيوغرافي، فقرة وضعية إدماجية أو نبذة عن من؟ عن زهرة ظريف. هذا الموضوع كان كثير الاشتغال لدى التلاميذ لأن زهرة ظريف هي شخصية مجاهدة معروفة في الجزائر والتي كانت تروي عن قصة حصلت لها في الماضي، أي ذكرى سيئة لها في الماضي. الآن سنتحدث عنها ونفهم ماذا حدث للمجاهدة زهرة ظريف. إذن أولا نتعرف على المقدمة. There are many freedom fighters women still in the history memory around the world. One of them the Algerian زهرة ظريف بيطاط. إذن هناك العديد من المكافحات أو المجاهدات fighters معناها مقاتلة أو مكافحة عن الحرية، نساء حاربوا حول الحرية. Still in the history memory بقيت في ذاكرة التاريخ. History memory معناها في ذاكرة التاريخ. Around the world أي أنه ليس بالضرورة أن تكون جزائرية أو غربية أو عربية إلى غير ذلك. المهم هناك نساء محاربات ومكافحات للحرية حول العالم. One of them the Algerian زهرة ظريف بيطاط. واحدة منهم كانت زهرة ظريف بيطاط. الآن أنتم درستم زهرة ظريف، لماذا أضفت بيطاط؟ بيطاط هي كانت زوجة المجاهد والسياسي رابح بيطاط، كهذه معلومة إضافية فقط. زهرة ظريف بيطاط هذا الاسم الكامل لها، هي كانت زوجة المجاهد رابح بيطاط. الآن نبدأ في تعريف لها أو عرض لها. Zahra was born on December 28, 1934 in Tiert. Zahra ولدت في يوم 28 من ديسمبر في عام 1934 في مدينة أو ولاية تيرت. She studied the law. هي درست الحقوق أو القانون at Algiers University في جامعة العاصمة الجزائر العاصمة. At primary school, Zahra faced a racist attitude by her best French friend Rosaline. الآن لنفهم هذه العبارة. في المرحلة الابتدائية أو في المدرسة الابتدائية زهرة ماذا حدث لها؟ واجهت موقف عنصري. Racist attitude معناها موقف عنصري. By من طرف من؟ By her best friend French friend Rosaline. من طرف أفضل صديقة لها الفرنسية روزالين. روزالين أعزائي كانت صديقة مقربة لها، إضافة إلى أنه كنا في الفترة في هذه الفترة في ابتدائية زهرة ظريف كانت الثورة أو كان الفرنسيون يحتلون الجزائر، ولذلك كانت المدارس الابتدائية عبارة عن ماذا؟ عبارة عن فرنسيين، وكانت زهرة ظريف الوحيدة العربية الموجودة هناك، وقد كانت لها صديقة اسمها روزالين. When Zahra succeeded in the sixth grade entrance exam, whereas Rosaline failed, إذن عندما نجحت زهرة في الامتحان النهائي السنة السادسة في الابتدائي، بينما زهرة أو عفوا صديقتها أو صديقة زهرة فشلت في هذا الامتحان. Rosaline and her mother didn't accept this result. إذن روزالين وأمها لم يتقبلا النتيجة، وخاصة أمها، فقد بكت روزالين حيال نتائج زهرة. روزالين and her mother قلنا didn't accept this result. لماذا؟ Because زهرة is Arabian girl. هنا نتحدث عن العنصرية racism. إذن لأن زهرة عربية، وهو أصبح مألوف حتى اليوم بالنسبة للغرب أن العرب لا يمكنهم أن ينجحوا. This situation made زهرة convinced of struggle against France. هذا الوضع أو هذا الموقف جعل زهرة تقتنع بماذا؟ بوجوب المحاربة ضد فرنسا وإخراجها من الجزائر. At the age of 21 في العمر 21 زهرة joined group of Afalan revolutionaries.
إذن هي انضمت إلى المناضلين أو الثوريين ثوريي الأفألان. And placed a bomb in French cafe. ثم ماذا؟ أهم عمل لزهرة أثناء الثورة أنها وضعت قنبلة في مقهى في وسط فرنسي أو في عند الفرنسيين في مقهى كان يقيم فيه فرنسيين. And she was arrested and spent 5 years in prison. إذن وهنا قضت حكم 5 سنوات في هو في الحقيقة كان حكم 20 سنة ولكن قضت منه 5 سنوات في السجن. الآن هنا وضعت كخاتمة أيضا تعريف بها حتى يكون فيه لا يكون فيه إطالة في الفقرة. زهرة considered as a lawyer, political fighter, مجاهد, woman and writer. الآن زهرة ماذا؟ اعتبرت ماذا؟ كمحامية سياسية فايتر محاربة وقلنا عنها مجاهد أو نقول عنها مجاهد ومن امرأة محاربة مكافحة سياسية ومحامية and أيضا وأيضا writer and writer. Her famous book is Inside the Battle of Algiers. إذن كتابها المشهور وقلنا أنها كانت كاتبة كتابها المشهور لحد اليوم عنوانه Inside يبدأ من هنا Inside the Battle of Algiers من داخل الكفاح الجزائري Memoir of Women Freedom Fighter من ذكريات امرأة مكافحة ومحاربة. إذن هذا هو كتابها المشهور والمعروف. إذن أعزائي قلت أني كتبت تعريف في الأخير حتى لا نضيف أو نطيل في الفقرة. في المقدمة عرفت يمكن أن تكون مقدمة تعريفية شاملة يمكنك استعمالها في أي فقرة أخرى. بالنسبة للعرض تحدثنا عن ذكرياتها أو ذاكرتها أو الذكرى التي جعلتها تقتنع بأهمية الكفاح وإخراج فرنسا من الجزائر. ثم تحدثنا عن انضمامها إلى الأفلان ووضعها لقنبلة في مقهى فرنسي. ثم قلنا في الختام اعتبرت بسبب أعمالها كلها هي درست القانون وأيضا شاركت في السياسة وأيضا هي مناضلة أو مجاهدة وأيضا كآخر عمل لها كانت عبارة عن كاتبة وكتبت الكتاب المشهور من داخل الكفاح الجزائري. إذن أعزائي هذا هو الفيديو لنهار اليوم إن شاء الله يكون مفيد لكم. زهرة ظريف biography about her يعني الفقرة حولها مطلوبة جدا قد تكون حاضرة في الفصل الثاني نتحدث عن حلمها في الماضي أو ذكرياتها السيئة في الماضي وماذا حدث لها. إذن هي فقرة قد تكون مقترحة في هذا الفصل إن شاء الله. إن شاء الله يكون الفيديو مفيد لكم. إذا كان هناك أي اقتراح أو استفسار فقط اتركوا لي في التعليقات. وأيضا سأضع جميع دروس الفصل الثاني حتى تستفيدوا منها في صندوق الوصف. ولا تنسوا النقر على الجرس ليصلكم أيضا كل جديد إن شاء الله. إلى اللقاء. Goodbye.